علماء يكشفون عن أدوية مضادة للسرطان توقف تكاثر الفيروس التاجي المستجد. أعلن علماء جامعة ليفربول البريطانية أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج السرطان قادرة على وقف تكاثر الفيروس التاجي المستجد. وأجرى علماء الجامعة تجارب باستخدام أفاتينيب التجريبي وكذلك دواء سولافينيب المعتمد في علاج سرطان الكلى والكبد، واتضح لهم أن الدوائين يمنعان تكاثر الفيروس التاجي المستجد دون التسبب بتغييرات مرضية في خلايا الجسم. واكتشف الباحثون مواقع جديدة لم تكن معروفة سابقا لانقسام العديد من البروتينات الفيروسية بما فيها المستضادة الرئيسية نوكيليوكابسيد، والتي تعد أهدافا رئيسية للأجسام المضادة واللقاحات سواء الموجودة أو قيد التطوير.